العافية. ننتقل الآن إلى أسئلة الحضور. أنا أمامي سؤالين الآن موجهين من الحضور، وبعدها راح أفتح المجال للأسئلة من المايك مباشرة. يعني سؤال السيد سامي الشيخ: ما هو وضع وقف الإنتاج النفطي في المنطقة المشتركة؟ بالنسبة لي النفطي في المنطقة المشتركة، يعني إذا أفهم شكله إن طبعا المنطقة المقسومة، يمكن عشان أوضح، هي كانت تسمى المنطقة المحايدة، الآن قسمت أصبحت في جزء للمملكة العربية السعودية وجزء للكويت، لكن الخيرات أو الثروات ما زالت مناصفة في أي من الجزئين. فما تم إيقافه هو الجزء اللي في حدود المملكة العربية السعودية، حقل الخفجي والحوت. السؤال الآخر كان في سياق الحديث، أعتقد البوعدالله جاوب هذا السؤال. الآن نبي ننتقل إلى الأسئلة المباشرة، إذا أحد حاب أن يسأل سؤال مباشر. ناصر النفيسي، مركز الجمال. صراحة استمتعنا بمحاضرة قيمة، ضيفين كريمين. عندي يعني ثلاث أسئلة وهي مطروحة للضيفين، يعني كل واحد تخصصه يعني يشوف يقدر يعني يفيد أكثر. قبل السؤالين في كلام يمكن يعني عامي اعتقد اذا ما علي غلطان دارج في البلد، انه خاصه كان يعني قبل 6 شهور توقيع مع الصين قوه استراتيجيه طويله الاجل كذا في 105 110 في وقتها. طبعا اعتقادي واتمنى يصلحوا لي انه يعني هاي اسعار فلوت، يعني حسب اسعار السوق، بس هو الاتفاق على الكميات، واذا في مارجن يعني أقل من سعر السوق، لأن قاعد البعض يسوق إن ترى إحنا وضعنا زين، للحين قاعد نبيع 110، فيعني نرجو المتخصصين، وأنا لست متخصص، إن يعني يوضحون للعامة والرأي العام هل إحنا قاعد نبيع 110 كما يروج له البعض بسوء نية أو بحسن نية؟ 10 سنوات إلى الأمام. إي نعم، أم لا يعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ان يعني دقيقة صراحة وفنية، الآن نفط الصخري تكلفته 60-70 دولار وما إلى ذلك. طبعا يفترض الآن في يعني قوة العرض والطلب اللي هو مبدأ الرأسمالي توقف هالآبار هذه، لكن السؤال هل هي مدعومة من الحكومة الفيدرالية؟ يعني ننتجوا مهما كانت التكاليف نحن نعوضكم بشكل أو بآخر، يعني هاي شغلة استراتيجية، وهاي يتكلم فيها بوش الابن، وانا سمعته بنفسي قال احنا مثل ما ذكر الاستاذ السعدون ان كيسنجر يعني حطوه على موضوع الطاقه الدوليه وكذا، بوش الابن قال ان احنا يعني هذا من اكثر من 10 سنين عندنا خطه استراتيجيه ما نعتمد على نفط الشرق الاوسط الملوث بالارهاب بهذا اللفظ تحديدا. فالان فعلا هم قاعد ينفذون هذا يعني قول الفعل مو مثل ربعنا. فهل سؤالي باختصار مره ثانيه، هل هو مدعوم او غير مدعوم؟ السؤال الاخير واسف على الاطاله، كم كانت حصه اوت الان 30% 31%، كم هل كانت اكثر اقل؟ خلينا نقول من السبعينات حتى الان. وشكرا. هل نبيع النفط ب 110 دولار؟ يعني انا سمعت تكلفة الانتاج اعلى ب 10 دولار ولا اكثر، فبالتالي اعتقد لا سيتوقف، حتى لو وجد دعم سيتوقف.
سؤالك الثالث عن حصة هوبر، هو حصة هوبر أهميتها مو في الإنتاج. نحن دائما يعني نخطئ في تقدير إنه إحنا منتج هالكثر، يعني ليش هالضجة هذه؟ لا، هو حصتها بأن أكثر الكمية اللي تنتجها هي اللي تذهب إلى سوق التصدير، بالتالي أهميتها في احتياج العالم لها ناشئة عن نصيبها بالتصدير أكثر من نصيبها بالإنتاج. دول تنتج كثيرا وتستهلك قليلا، والفائض مالها هو اللي يحرك السوق، لذلك أهميتها في التصدير مش في الإنتاج. بالنسبة ل يعني السؤال الأول اللي هو العقود مع الصين والاستراتيجية، أنا يمكن أتفق مع أستاذ جاسم، بس أنا أوضح يعني عقود البيع وشلون تتم. هي عادة عقود بيع النفط والمنتجات تكون عقود يعني سنوية، وأن السعر يكون مربوط في السعر الفوري لما تصل الباخرة مرفأ الاستلام. بمعنى أن الباخرة تطلع من الكويت توصل لنفترض إلى كوريا، تأخذ 20 أو 25 يوم، لما توصل كوريا سعر النفط الفوري في ذلك اليوم هو اللي حد، وعادة يربطونه في سعر اللي يسمونهم دبي ولا برنت، هذا يكون مربوط يا اما اقل منه او اكثر منه يعني كذا. فهو حتما يعني غير صحيح، قد يكون يعني فهم خاطئ للموضوع. هذا الحقيقه بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، على حد علمي حتى اليوم ما في دعم للنفط الصخري من الحكومه، لكن أنا مثل ما ذكرت يعني هي يعني تطور التقنية والتكنولوجيا ولا نستهين في قدرة التكنولوجيا والتطور، يعني احتمال أنهم يجدون طرق أوفر وأرخص هذا أيضا وارد، ويجب أن نكون يعني أيضا يعني مستعدين برأيي الشخصي. لحد اليوم على حد علمي ما في دعم من الحكومة لهذا الموضوع. حصة أوبك يعني صحيح لأن هي الدول المصدرة للنفط مثل ما ذكر الأستاذ جاسم، لكن شنو اللي يحصل؟ أنه يعني إذا الإنتاج العالمي في تزايد، فأنت نسبتك في هذه في السوق العالمي تقل حتى لو كان كمياتك ثابتة. فيعني حصة أوبك في الإجمالي الإنتاج قاعد يقل، لكن يعني ككمية تقريبا يعني يمكن ثابتة بالأخير يعني، ها رغم إن في زيادات يعني حصلت بالأخير، لكنها ومتوقع يعني كان يطلب من أوبك أو من أوبك يعني الدول المنتجة بشكل عام أنها تواكب النمو في الطلب، تواكب النمو في الطلب، يعني إذا في زيادة من اللي عنده قدرة إنه ينتج بسرعة، وهذا على هذا أساس اللي يسمونه كول عن شكراً. أنا بس أبي أخذ السؤال الأخير بعد إذنكم لأن تجاوزنا الوقت. بالنسبة الآن إحنا صفارات الإدارة عم نستعملها في شهر أو لأن الدولة كانت تعتمد مستقبلاً على مواردها على استثماراتها مركزها المالي، يوم تسكر أبار يوم رون عضلات يا دولة رشيدة. فارغة بالنسبة لأحسان رشيد يوم كنتي مجلس إدارة تبروك كنت طالب بزيادة الإنتاج 4 ملايين مصري، شنو موجبات 4 ملايين؟ انت الان عندك دولة احادية مورد، ما عندك موارد يا حضرتك، والان رئيس مجلس ادارة البترول حالي الان هم يطالب قبل شهرين هم تكلم في مجموعة بترولية، فنحن ما عندنا مورد واحد تتخلصونا تقعدون على بساطة فضلت او تجدون انتاجنا تودعونا في جنوب امريكية قبية بعدين مثل 2008 تفلس
ماني من حسب أحد ما وصلت. وبعدين بالنسبة ل بالنسبة لهذا الموضوع السياسي، ما سياسي هو موضوع سياسي، هم مخوفين من حماس الدايت، مخوفين من داعش. داعش جايين على حدود 11 واحد كان اعتداء على نقطة من على الحدود دولة مجاورة، زي من دولة مجاورة أخرى. وهو داعش جورجيا يا حسن هو الإخواني أو جورجيا. المهم السكانة داعش في دبر هذا اللحظة القلبية، ومعظم الدول المصدرة للدور ليست دول عربية، معظم مجالس انتخابات أو نقابات أو حرام نقابات عندهم، فهم أو ماخذين ما ماخذين أقوى ماكم هم والأسرة، طبعا الأسرة اللي عندنا على رأسي ولكن فلذلك هم خايفين على عروشهم، خايفين يصيروا مثل القذافي وبن حسين بن علي، فكلهم خايفين. هذا صاير يعني مستعدين تقول لي انا 20 دولار خايف، بعد ما خايف. شكرا. شكرا. انا بالنسبه حد بما انك تطرقت لتصريح السيد سالم الشيخ فراح يرد على هذا الجزئيه ان شاء الله. ما هذا يعني هي بالنسبه للأربعة مليون برميل، هذه يعني خطه استراتيجيه لمؤسسه من وين نابعه؟ لما بنيت على ان مثل ما قلت ان في متوقع نمو في الطلب العالمي للطاقه ومن ضمنها النفط، ولو وزعت النمو في الطلب على الدول المنتجة الكويت بحاجة إلى أنها ترفع حصتها إلى أو قدرتها الإنتاجية إلى 4 مليون برميل. هذا كان أساس الانطلاق، أن النمو الاقتصادي العالمي يتطلب طاقة والنفط أحد المصادر الرئيسية للطاقة، والكويت دولة منتجة للنفط، فمتوقع أن يعني يسمونه الكول الكويت ان الاربعين. هذا هو الاساس. يعني خلي بعد اضيف نقطه ثانيه اللي هي مهمه جدا، ان احنا نتكلم عن قدره انتاجيه، لان قدره انتاجيه تعطيك قدره يعني تفاوضيه في الاوبك على اساس الحصص. النقطه الاهم من هذا كله ان هذا لا يعتبر استنزاف للاحتياط، وانا بأكد من الظهر ان الكويت تنتهج سياسة استبدال ما يتم انتاجه. فعندنا سنويا يتم اكتشاف او تطوير طرق الانتاج بما يفوق ما يتم انتاجه في السنة الماضية، فباستمرار احنا قاعدين ننمي الاحتياطيات، وهذا انا يعني اتكلم بكل ثقه في هالموضوع هذا، واحب اطمنك ان هذا ليس استنزاف للاحتياطيات. تفضل. الاخراج الرئيس اتحاد الصناعات الكويتيه هنا انا اعتقد يعني اهني الجمعيه الاقتصاديه الكويتيه اليوم على اختيارهم موفق توقيتا، وكذلك الخبراء كلهم في مجال الصناعات النفطيه والاقتصاد. يعني وانتم تتحدثون انا مر في خاطري كذي يعني من خلال من 1950 خلينا نقول الى الان، خلال فتره حياه شخص عادي 65 سنه، اول مره يعني من خلال قراءتنا للتاريخ، وانا لست متخصص، أشوف أمة ابتدت وشبت وارتقت وشابت وهربت خلال 65 سنة. ما شفت أنا بالعالم كله. كنا يعني أنا ما أبي أضيع عليكم الوقت، ولكن اللي بأعمارنا يعرف شنو مرت الكويت فيه بازدهار وشنو صار فيها. واللي علقت عليه كفاية. بنفس الوقت أنا ودنا نستفيد إحنا كذلك كبلد من وراء هذه المناقشة.
ما نبي ننتقد ولا شيء. انا اعتقد اللي تفضلتوا فيه هذا ممتاز جدا اللي قال الاستاذ جاسم. انا اتذكر قبل 30 سنه حدود منتصف الثمانينات قريت لك مقال في صدر صفحه القبس عن صوره تانكي خر، وهذا لحن ببالي. هذا التانكي اللي خر ما حد استفاد من هذه الصوره، لما كان كنت اقصد اقتصاد تانكي مليان نفط قاعد يصب في التراب تشرب التراب ويروح، وما زلنا في هذه عقوب اكثر من ثلث قرن. للاسف الشديد هذا اللي صار. الان كيف ننقذ هذه السفينه؟ انا قاعد اشوف يعني مجهودات فرديه من بعض الوزراء الطيبين في عمل نقول الدفع للبنيه التحتيه، قاعد يعني نشوف نشاط في بناء مستشفيات وخلافه وخلافه، هذا ما شفناه من اكثر من 30 سنه، قاعد يعني اشوف في التطور هذا. الناحيه الثانيه قاعد يعني نشوف القصقصه من خلال جهاز المبادرات اللي غيروا اسمه الحين، اللي ابتدوا في محطه الزور اللي حق القطاع الخاص والعام. الان انا سؤالي او استفساري يعني كمواطن اقول حق الاستاذ قاسم، ممتاز الافكار اللي عندك. للاسف الشديد لو الحكومه مقرره 5% 10% من هذه الافكار على مدى النصف قرن اللي فات تونس كانت الكويت في احسن. الان خلينا يعني خلينا نفترض ان انت وهو المسؤول، انت المسؤول اليوم وعندك فريق حصيف في ظل كلام ضغوطات سياسيه عالميه وضغوطات سياسيه محليه من خلال مجلس الامه اللي يحاول يدفع بمحاولات كذلك الاستهلاكيه، وكذلك الضغط على الحكومه اللي وراها 420 الف جايين الى سوق العمل على مدى كذا سنه. كيف نعالج علاج عملي في ظل هذه المعطيات؟ مشكور. تفضل دكتور. يبدو انا اجبت السؤال بس يبدو انه ما كان واضح. انا اعتقد انه كل المشكله هي خليط الموارد بالعضل بالعقل. انا اقول رغم كل اللي خسرناه عندنا ما يكفي الموارد، لكن اذا لم يكن هناك عقل يدير هذه الموارد لا امل في الصحه. يعني في لندن ما عندهم شيء، وين كان وين صار؟ ترى نموذج واحد كويل على سنغافوره ما عندهم شيء، جزيره ما فيها شيء، شنو اللي صلحها؟ ليك فاليو وفريقه فريق اداره مهاتير ماكو شيء. اردوغان تركيا اللي اكبر بكثير منه خلى من كل هذول. انت تعرف قصه الصين؟ الصين بلد جائع مريض يكاد ينهار، الناس يبيعون ريالهم عشان ياكلوا. هذا متى؟ 1978. زين؟ يا هذا الفريق حسابك يا وعزل عصابه الاربعه زوجه مال جماعتها ووضع نموذج حول الصين الشيوعيه الى اقصارات السوق. الصين انا اتكلم عن الصين. بالحدود السنه اللي فاتت 2013 الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم. في النهايه ما تغير شيء. الصين هي الصين، الموارد هي الموارد. اللي تغير العقل. انا اللي بقول انه اذا اردت ان تصلح البلد يجب ان تنسب نظام الاداره نهجا نهجا واسلوبا اسلوب تشكيل ونهج مسار. اليوم ما حد يصدق اي وزير اذا قال انا بصلح. سمعنا هالكلام كم مره. بس لو جيت ناس يبدأون بنفسهم. يعني اليوم انا كاتب في هذه المقاله اليوم الدول اللي انهارت على اساس نتكلم عن الصين وفنلندا وسنغافوره وغيرها، هذه الدول اللي نهضت من لا شيء. الدول اللي انهارت شلون انهارت؟ انا اللي اسميها تي ان تي. تي ان تي بطاله وتضخم وفساد. عدل؟ ان استمرينا بنفس اسلوب الاداره ترى معظم الاموال معظم الاموال الموجوده استهدفت. في النهاية سنصل إلى ضغط على سعر الصرف، إلى تضخم، إلى بطالة 24 ألف قادم من سوق العمل، ثم مع الفساد إلى انفجار. القضية قضية توقف الانفجار. بس وين بيبدأ؟ راح تشوفوا الدول كثيفة السكان اللي حوالينا مع هبوط أسعار النفط. يعني اليوم في بعض الدول عبارة عن متفجرات قائمة. فالفرق بين الانفجار والبناء العقل اللي هو الإدارة. فإذا ما نركز على هذا ونبدأ نتكلم عن كل التفاصيل الأخرى لا 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 مكان للإصلاح.
شكرا. شكرا أبو عبد الله. نشكر ضيوف الليلة السيد جاسم السعدون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشام للاستثمار، والسيد سامي الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نفط الكويت سابقا ومؤسس وشريك في شركة جيمز للاستشارات. وشكر موصول لكم رب الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.